أعرب رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم عن تقديره لحكمة سمو الأمير، والذي ارتاء حل مجلس الأمة استنادا إلى المادة 107 من الدستور، مؤكدا أن الاحتكام إلى صناديق الاقتراع وتجديد رغبة الشعب الكويتي هي ممارسة ديمقراطية راقية، والشعب هو من يحدد ممثليه للمرحلة المقبلة. صدر مرسوم الحل قبل قليل وأبلغت فيه، وبهذه المناسبة أود أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكل زملائي الأخوة النواب، وأقول لهم سامحوني إذا بدر مني أي قصور أو إذا بدر مني أي خطأ. ما اطلعت على موعد الانتخابات حتى الآن، فقط أبلغت بأن تم توقيع مرسوم الحل.